ارفع ايدك كده واعلن ايمانك ان الرب هنا لكي يتحدث اليك برسالة خاصة. الرب يغير الاوقات والازمنة، دي الكلمة الاساسية النهاردة، ان الرب يغير الاوقات والأزمنة. هل تؤمن؟ يعني الرب يتدخل في توقيتات إلهية لكي يأتي بأزمنة جديدة وبأوقات جديدة إلى حياتنا. وحينما تأتي هذه الأوقات والأزمنة الجديدة، القديم يتبدل، مشاعر القديمة، القدرة الجسدية أو الصحة القديمة، العلاقات القديمة اللي فيها مشاكل أو صراعات، الرب حينما يأتي بأزمنة جديدة يطوي سماوات قديمة، يطوي سماوات قديمة زي ما تطوى كده السجادة ديت، وباسم الرب يسوع يفرد سماوات جديدة على حياتك. إذ يطوي السماوات القديمة تطوى بكل ما فيها من نشاط أرواح شر. لابد أن تؤمن أن الرب يغير الأوقات والأزمنة. ارفع إيدك كده وإعلن إيمانك. أعلن إيماني مش في كل يوم، أعلن إيماني في كل ثانية إن الرب يغير الأوقات والأزمنة. وده بيخليك حينما تتعامل مع نفسك تكون مدركاً أنه في وقت أو في زمن زي ما الرب كلمنا يسير منذ أسابيع، يمكن في زمن يسير جدا يصير لبنان سهلا والسهل يحسب عارا، في مدة يسيرة، مدة يسيرة، مدة قليلة. ليه؟ عشان الرب بيغير الأوقات والأزمنة. ارفع ايدك كده وقول باسم يسوع الرب هيغير اوقاتي وازمنتي. والرب هيستخدم امور مختلفه لكي يغير اوقاتي وازمنتي. الرب هيستخدم اشخاص ويستخدم احداث، الرب هيشيل جبال وهيحط جبال قدام ناس تاني وقدام احداث وقدام، لكي يغير اوقاتي وأزمنتي. ليه؟ لأن الرب بيحبني. هل تؤمن؟ ارفع ايدك كده وقول باسم يسوع أؤمن. لأجل محبته العظيمة لي يغير أوقاتي وأزمنتي. لأجل محبته العظيمة لي، دور على حد جنبك تعلن له الإعلان دوت. لأجل محبته العظيمة لي سيغير الأوقات والأزمنة. دور كده على حد جنبك كده قول له تاني، الرب لأجل محبته العظيمة لي سيغير الأوقات والأزمنة. ادي المجد للرب بقوة. هاليلويا هاليلويا. يعمل الرب أزمنة جديدة، يعمل الرب بداية جديدة، بداية جديدة، ديك بداية جديدة. بقى يوم كده في وسط السنة زي النهاردة كده في شهر اتنين أو وبعدين الرب يديك بداية جديدة، تحس ان انت بدأت سنة جديدة. الرب عمل كده في الكتاب على فكرة. جه في يوم كده بتاع الخروج ده قال لهم النهاردة أول يوم في شهر سبعة، لا هيبقى أول يوم في السنة واحد واحد. ليه؟ لأنه الرب يغير الأوقات والأزمنة. هل تؤمن؟ ارفع ايدك كده وقول باسم يسوع رب خالق الزمن. ليه الرب بيتعامل مع الزمن ببساطة شديدة كده؟ عشان رب خالق الزمن. زي ما انت تبقى عامل حاجة، صانع حاجة كده، لو انت معاك ساعة بتاعتك تقدر انت تلعب في العقارب بتاعتها في مرات. الرب بقى خالق الزمن مش ساعة صغيرة. يستطيع الرب أن يعطيك بدايات جديدة بدون مبررات طبيعية،
بدون أسباب طبيعية. رب يديك بداية جديدة. ليه؟ لأن دي طبيعة الرب، يغير الأوقات والأزمنة. قال كده دانيال عنه في دانيال 2، وهو يغير الأوقات والأزمنة، يعزل ملوكا وينصب ملوك. يعزل ملوك، يشيل ناس ويحط ناس ويغير قوانين لكي يغير الأوقات والأزمنة في حياتك. لماذا؟ لأنه يحبك. هاليلويا. ارفع ايدك كده وقول يا رب اشكرك، انت تحبني جدا، ما اعظم محبتك لي. انجيل متى اصحاح 4، مشهد تتغير فيه الاوقات والازمنه لمنطقه، لارض. متى 4 وعدد 12، ولما سمع يسوع ان يوحنا اسلم انصرف الى الجليل. يوحنا اسلم، دي 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 بتشاور ليا وليك لما نقرا النهارده ان هذا وقت لم يكن سهل، لان يوحنا ده يوحنا المعمدان، ده الرب بيحبه، ده صديق العريس زي ما سمى نفسه، في علاقه خاصه. يوحنا المعمدان هو الشخص الذي عمد يسوع، والآب كان مكلم يوحنا. يوحنا قال كده انه اعلن لي انه هذا الذي هو يعتمد يرى الروح نازلا عليه، ده المسيح. في علاقة خاصة ما بين يوحنا المعمدان وما بين الرب يسوع، وما بين يوحنا المعمدان وما بين الآب، في علاقة خاصة. بس يوحنا اسلم، وتعرف بقى بعد كده انه يوحنا ذا حينما اسلم حياته هتنتهي بعد كده. ده ايه بقى ده؟ يعني ده وقت صعب. يقول لك لما سمع يسوع ان يوحنا اسلم انصرف الى الجليل. وانصراف يسوع الى الجليل لكي يعلن زمانا جديدا، زي ما هتقرا دلوقتي، الامور الصعبه حينما تحدث لا تمنع الرب ان يبدا ازمنه جديده. الأمور الصعبة زي ما هقرأ لك دلوقتي من سفر أشعياء، لا تمنع الرب أنه يبدأ زمن جديد. يقول لك لما سمع يسوع أن يوحنا أسلم انصرف إلى الجليل وترك الناصرة وأتى فسكن في كفر نحوم التي عند البحر في تخوم زبولون ونفتاليم. النهاردة حسيت كلمة نفتاليم دي كده بتنور، عايز أتأمل فيها بعد شوية. لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل: أرض زبولون وأرض نفتاليم، طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم، الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيما. يعني يسوع لما ترك الناصرة وأتى لكي يسكن في كفر نحوم التي عند البحر في تخوم زبولون ونفتالي أو نفتاليم، ده هنا ايه بقى؟ الروح القدس قال لمتى وهو بيكتب الكلمات دي، فكر متى بايه؟ بأشعياء 9 اللي هنفتحه دلوقتي، عشان يقول له يا متى، وهو يسوع بيعزل من مكان لمكان، هو يسوع بينتقل من مكان الى مكان، ده مش مجرد حركة عزال طبيعية، لا، ده يسوع بيفرد عباءة العهد الجديد على هذه المنطقة اللي بيروح لها. يسوع بيفرد عباءة العهد الجديد، في حاجة اسمها عباءة العهد الجديد، اللي لما بتتفرد على حياتي وعلى حياتك أزمنة ومواسم تتغير. عباءة العهد الجديد يعني حينما تدرس تعرف انه قبل ميلاد الرب يسوع في 400 سنة من الصمت، يسموه الصمت النبوي، 400 سنة لا يوجد حركة إلهية بعد آخر سفر الكتب وبعد آخر نبوة في ملاقي، لا يوجد حركة إلهية، فيش كأنه ليه؟ لأنه الشعب في وضع صعب جدا، بس يولد يسوع. حينما يولد يسوع بتتفرد عباءة العهد الجديد بكل ما فيها من آيات وعجائب ومعجزات. لما يولد يسوع، لما يوجد يسوع
تلاقي الارض اللي ما شافتش معجزات بقالها سنين وسنين فجأة ده حرفيا حصل انفجار للمعجزات في هذه الارض. ليه؟ لانه يسوع ولد، لانه يسوع ولد، لانه يسوع دخل، لانه يسوع استعلن، لانه يسوع ملك. فتلاقي الارض اللي ما كانش فيها حاجه، تلاقي الارض اللي الناس كل اللي يعرفوه ايه اخبار ايه اخبار الجنازات، تلاقي اللي يعرفوا اخبار الجنازات يعرفوا اخبار القيامه، تلاقي اللي كل اللي عارفينه اخبار المرض، كل اللي عارفينه واحد قاعد بقاله 38 سنه مقعد مش عارف، واحد بقاله قد ايه، واحد اعمى منذ ولادته، واحد والامور مستقره. بس يسوع يولد، حينما يولد يسوع كل حاجه بتتغير، الصورة بتتغير. حينما أعرف يسوع حقيقي، حينما أعطي حياتي ليسوع حقيقي، هللويا، لا تتوقع أن حياتك ستظل كما هي، ولا تتوقع أن بيتك سيظل كما هو، ولا تتوقع أن الريتم اللي أنت متعود عليه والأحلام اللي عندك هتفضل زي ما هي. حينما يتراءى يسوع، حينما يتراءى يسوع كل حاجة بتتغير. متى وهو بيكتب هنا يفكروا الروح القدس يقول له اكتب يا متى لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل: أرض زبولون، أرض نفتاليم، طريق البحر، عبر الأردن، جليل الأمم، الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في كرة الموت وظلاله أشرق عليهم نور. بص على 17 عظيم. من ذلك الزمان، في حاجة هنا مختلفة، ابتدأ يسوع يكرز ويقول: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. في ذلك الزمان، حينما يخطو يسوع إلى حياتك، أنا بصلي يبقى هذا الاجتماع في هذه الليلة ليلة يسوع يخطو إلى حياتك بخطوات أقوى من أي وقت عدى في اسم الرب يسوع. يسوع يخطو إلى حياتك تحدث، هللويا، المشيئة الإلهية المزخرة لك. بص بقى، أرض زبولون وأرض نفتاليم دي منطقة معروفة في هذا الوقت، نحن نتحدث عن منطقة جغرافية حقيقية معروفة، بس في نبوة كانت على المنطقة دي، تلاقيها في أشعياء 9 اللي متى بيستشهد بيها. أفتح معاك أشعياء 9، دي النبوة اللي متى بيتكلم عنها. هذه الأرض، أشعياء 9 وعدد 1، هذه الأرض اللي هي زبولون ونفتالي، سميها جليل الأمم، هذه الأرض دي أرض كانت سمعتها سيئة زي ما كتير مننا يعرف. دي أرض كان فيها نزاعات وفيها حروب وفيها، يعني يقولك ملك أشور أول ما ملك الأرض ديت، وأرض كان ما كانش فيها اليهود بقى هم اللي ساكنين ومخضعين الأرض، لا ده أرض كان فيها غرباء كثيرين، أمم كثيرين، عشان كده اسمها جليل الأمم. فينظر دائما إلى هذه المنطقة على أنها منطقة مظلمة، على أنها يقولك بقى منطقة مليانة خطايا ومنطقة ليه، لأنه شريعة الرب مش هي اللي بتحكم في المنطقة ديت، فينظر لها على أنها مليانة ظلمة ومليانة خطايا ومليانة وسمعتها سيئة وكل حاجة. بس يجي يقول لك في أشعياء 9 يتنبأ هذه النبوة التي تتحقق في متى 4 حينما يسكن يسوع فيها، يقول لك: لكن في عدد 1 لا يكون ظلام للتي عليها ضيق. عارف كلمة ضيق دي لما ترجع في الأصل يعني حصار، يعني لا يكون ظلام للمدينة المحاصرة، يعني شخص شاعر انه العدو بيحاصره، سواء بيحاصره بحروب والحروب شديدة عليه، او بيحاصره بخطايا، بيتحارب بخطايا، بيتحارب بافكار هو مش عايز هذه الافكار، بس العدو بيحاصره، وفي مرات تقولي بقع او بتكسر او في حصار، ايا كان نوعية الحصار ايه، العدو بيحاصر ممكن بكلمات سلبية من اشخاص حواليك يعمل حصار، العدو بيحاصر بانه يرمي جواك انت كلمات شكاية على نفسك وعلى الرب وعلى اخواتك، ومحاصر، شخص محاصر، ذهنه محاصر. يعني دائما اين يبدأ الحصار؟ منطقة مهمة جدا ابليس بيبتدي منها الحصار هي الذهن. الذهن فكرة، تأتي فكرة، بس هذه الفكرة تبقى مشيئة العدو انه يكبرها ويعمل بيها سور حوالين الشخص. فكرة صغيرة، تيجي فكرة ممكن
العدو يستخدم مفردات طبيعية، يستخدم حاجات حصلت فعلا عشان يقول لك كذا هيحصل معاك انت كمان. يعني زي لما راح سنحريب يهدد فيقول لك، قالوا لهم ايه؟ قالوا لهم انتوا ما شفتوش انتوا والملك بتاعكو انه احنا اخدنا كل البلاد اللي احنا هجمنا عليها وكل الملوك اللي هجمنا عليهم اتكسروا قدامنا. مين اللي قال كده؟ ده اعداء شعب الرب قالوا كده لشعب الرب. قالوا لهم كده، قالوا لهم انتوا ما شفتوش، روحوا قولوا الحزقية انت ما شفتش انه كل الملوك اللي حواليك اللي احنا هجمنا عليهم اتكسروا، انت كمان هتتكسر. العدو يقول لك كده، يقول لك ده حصل اذيه لفلان انت كمان هتؤذى. يقول لك ده مش عارف فلان ده دخل نفس الحاجه المشروع اللي انت دخلته وفشل بس فلان ده انا ما اعرفش ظروفه ايه لكن انا عارف ان الرب قدني، هذا يعني ان الرب سينجحني، انا مختلف. ارفع ايدك كده قول باسم الرب يسوع، انا مختلف ولن احيا تحت لعنات اباء ولا اجداد ولا اسر باسم الرب يسوع، ولن احيا تحت لعنات محيطه بيا في الارض اللي انا ساكن فيها يمكن او في البيت اللي انا ساكن فيه. لا يكون ظلام للتي عليها حصار. امال ايه بقى؟ يقول لك كما اهان الزمان الاول ارض زبولون وارض نفتالي. زي ما بقول لك ارض زبولون وارض نفتالي دي سمعتها سيئه، فيقول في وقت الزمان أهان هذه الأرض، يعني الحتة دي المنطقة الجغرافية دي سمعتها كانت سيئة جدا في وقت، هيجي وقت تاني بقى يقولك يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم. يعني هيجي وقت الزمان الأخير يغير الأوقات والأزمنة، في زمان أول في إهانات في عدم إكرام في أمور يمكن أنت تقول أنا مش عارف ده اللي بيحصل معايا. ممكن يبقى ده حصل في حياتك، بس آمن في هذه الليلة أن الرب يغير أوقاتك وأزمنتك، وآمن في هذه الليلة أنه لو كان الزمان الأول أهان حياتك باسم الرب يسوع الزمان الأخير سيكرم. قول باسم الرب يسوع، لو الزمان الأول أهان حياتك بسبب خطاياك، ممكن تبقى الخطية هي السبب اللي خليتك تهان وخليتك دائما حاسس ان انت شخص ملوث وشخص مش محبوب وشخص، الخطيه بتعمل كده. اذا الخطيه هي اللي عملت كده، امن انك حينما تحتمي بدم الرب يسوع الرب يخلق زمانا جديدا في حياتك. وامن ان بص الفرق، يقول لك كما اهان، يعني الاهانه في الزمان الاول كانت كبيره قوي، يقول لك بقى يكرم الاخير. شوف الفرق ما بين الكلمتين، كما في إهانة كبيرة قوي، لا هيبقى في إيه بقى؟ إكرام كبير قوي. ارفع إيدك وقول باسم يسوع، إكرام باسم الرب يسوع. هللويا هللويا هللويا. إيه مشيئة العدو؟ مشيئة العدو إنه ياخدك في طرق لوحدك، في طرق الخطية، ويضعك ما بين أشخاص لا يكترثوا بك، كل واحد خطاهم أيضا، كل واحد عايز مصلحة نفسه، كل واحد عايز ياخد بقى منك اللي يقدر ياخده، مجتمع فيه خطية، دي مشيئة العدو. إهانات، يحصل إهانات، إهانات نفسية وإهانات داخلية. ليه؟ لأنه في خطية. ممكن يبقى بيت مليان إهانات ما بين الأم وما بين الأب وما بين الأولاد لأهلهم بس قبل ما الشخص بقى يبقى يقف ويعلن أنه الإهانات دي هتقرص وهتسكت، لابد أن أفحص نفسي أمام الرب، لأنه لو في خطية في البيت الخطية بتفتح الباب للإهانات. في حاجات، عارفين في حاجات كده مرتبطة مع بعض، يعني باكيج كده مع بعض، خطية، الإهانة، الخوف، صغر النفس، الإحساس بإني مرفوض، ده إيه؟ ده كله مع بعض. الناحية التانية بقى الإكرام، الرأس المرفوعة، الثقة، تسديد الاحتياجات، الفرح، ده برضو باكيج تاني. الرب جاي عشان يبدل، الرب عايز ياخد القديم دوت، الحزمة القديمة دي الرب عايز ياخدها ويعطيك أمور جديدة. يا رب في اسم يسوع تعالى اقلب حياة كثيرين في هذا الاجتماع، اقلب حياة كثيرين باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. يقولك الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون هللويا
في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. أشخاص كانوا عايشين في هذه الأرض في أرض زبولون أرض نفتالي وقت المسيح، وإحساسهم بنفسهم دائما في صغر نفس، إحساسهم دائما بأنهم في ملوثين، أن سمعتهم مش كويس. يسوع يروح يسكن في الأرض دي. وتخيلوا بقى، طبعا الكتاب بيحكي لنا معجزات كتيرة عن الرب، لكن الكتاب برضو بيقول لنا أنه المعجزات المذكورة في الكتاب نسبة لا تذكر من اللي الرب عمله. فتخيلوا بقى لما الرب يبقى ساكن في أرض كده، وخارج الرب الصبح يمكن يعمل حاجة، رايح مشوار، واحد مريض في سكته، واحدة مش عارف ابنها ميت، واحد أعمى، واحد الرب بيحط إيده بيشفي يشفي يشفي يشفي. والأرض المهانة دي، ما الأرض مهانة يعني إيه؟ مش بس الأرض، الأرض مهانة يعني الناس اللي ساكنين في الأرض حاسين بالإهانة. فتخيل اللي حاسس بالإهانة ده يسوع مهتم بيه. يسوع جاي يقول له انت يمكن تكون الزمان الاول اهانك، انا جاي عشان اكرمك. مش الزمان الاول اهانك، صدق انه يسوع هيغير المجتمع بتاعك. كنت بقول لك من شويه مشيئه العدو انه يحط خاطي في وسط خطاه وتبقى دي التركيبه. مشيئه الرب بقى ايه؟ انه الخاطي ده اللي اهان الزمان الاول حينما ياتي الى الرب ويولد بالروح يكرم ويتحط بقى في وسط ناس عكس الأولانيين، يجلسوا مع شرفاء الشعب زي ما كده بيقول، تحط بقى في وسط ناس بقى بيحبوه أو بيحبوها وبالعكس مش عايزين منه حاجة، عايزين يقدموا له إكرام، وحينما يوضع في جسد وقوانين الملكوت بقى تشتغل. ما دي كرازة اللي يسوع كان بيكرزها. اكرزوا وقولوا إيه؟ إنه ملكوت السماوات قد اقترب. ملكوت السماوات، الكنيسة إعلان عن ملكوت السماوات على الأرض، كنيسة إعلان عن ملك يسوع على الأرض، كنيسة إعلان إنه السائد ليس الكبرياء لكن التواضع، كنيسة إعلان إنه السائد ليس أني آخذ الأمور لنفسي لكن أني أعطي لأخي، كنيسة إعلان إنه السائد هو القداسة وليس النجاسة، الكنيسة إعلان إنه في أشخاص عايشين لأجل بعضهم البعض، مش عايشين عشان كل واحد ياخد من اللي حواليه ما يستطيع أن يأخذه. كنيسة إعلان، الكنيسة تحدي، كنيسة بتتحدى بابل، كنيسة بتتحدى مملكة الظلمة، كنيسة الحقيقية مرعبة لمملكة الظلمة لأنه إبليس يرى فيها فشله. في اسم الرب يسوع ارفع ايدك قول باسم يسوع، إبليس يرى فينا فشل باسم الرب يسوع، أنه قد فشل في اسم الرب يسوع. هللويا، ادي المجد للرب بقوة. هللويا هللويا. الكنيسة إعلان، الكنيسة، وده اللي يسوع بيعمله، إنه هذه الكنيسة بتتكون من إيه؟ من أشخاص أهانهم الزمان الأول غالبا، ما معظمهم كده أو كلهم كده، بس يجيب بقى يسوع الأشخاص دول ويعمل منهم حاجة تاني خالص، يعمل منهم عروس جميلة. يا رب في اسم يسوع، في اسم الرب يسوع، إن كان الزمان الأول قد أهان شخص يستمع إلى هذه الكلمات، تعال أيها الرب، نعم بهذا الشخص، بهذه الأخت، بهذا الأخ، يا رب نعم، عشان تتقلب حياته بالكامل في اسم يسوع. انفصال عن المجتمع القديم وانفصال عن المبادئ القديمة. عشان كده حينما تعرف الرب بجد وحينما تمتلئ بالروح القدس، القديم اللي في حياتك ما بيستوعبش اللي حصل في حياتك. انتوا عارفين ده احد العلامات الصحية جدا، يعني انه القديم اللي في حياتك، مجتمع القديم اللي في حياتك ما يستوعبش الجديد اللي في حياتك. كيف يستوعبه؟ يقولك الانسان الطبيعي لا يفهم ما لروح الله. كيف يستوعب الطبيعي، المجتمع الطبيعي ازاي يستوعب عمل الروح فيك؟ دي حاجة مش ممكنة. عشان كده تلاقي، عشان كده يسوع قال انه في 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 بعض بقى المرات ايه اللي هيحصل بقى؟ هيحصل افتراق في البيوت، وهيحصل اختلافات، وهيحصل ليه؟ لانه اشخاص عايشين بس تغيرت طبيعة شخص في هذا البيت، صار غير مفهوم. بس انا نسي، ارفع ايدك اقول باسم يسوع، الاشخاص اللي معايا في البيت مش فاهمين طبيعتي الجديده، الرب يفتقد حياتهم. قول باسم الرب يسوع، الرب يفتقد حياتهم. لو في زوجه عرفت الرب وزوجها لسه بعيد عن الرب، قولي باسم يسوع، وصلي قولي يا رب انا شايفه زوجي وهو مهان يمكن
مذلول للخوف من المستقبل وللمرض يا رب انا بصلي في اسم يسوع ان تنتشله من مخالب ابليس في اسم الرب يسوع. صلي صلاه بجراه عشان الرب عايز يغير الزمن، الرب عايز يغير الزمن بتاعك والرب عايز يغير الزمن بتاع الناس اللي حواليك. صلي صلوات بجرأة في اسم يسوع الى اقصى الارض تتحول الى واقع معاش في بيوتنا يا رب في اسم يسوع، باسم الرب يسوع. ارفع ايدك كده قول يا رب ملاني بالروح القدس. هاليلويا. اكثرت الامه، عظمت لها الفرح. مين ده بيتكلم عن مين؟ الأمة بيتكلم عن ال 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 الأرض دي اللي هو اللي كانت مهانة واللي ما هو لما الرب يفتقد حياتك يعطيك كل شيء بغنى وبوفرة وبفيض. يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب. ارفع ايدك واعلن هذا الوعد باسم الرب يسوع. يملأ إلهي كل احتياجنا بحسب غناه في المجد. اكثرت الأمة، اكثرت الأمة، اكثرت الأمة. هللويا. ارفع ايدك قول هللويا. اكثرت الأمة يا رب. البيت بتاعي اللي فيه انا واحد تاني بس مؤمن وخمسة مش مؤمنين، انت هتخلينا يا رب القطار هم المؤمنين في اسم الرب يسوع. اكثرت الأمة. هللويا. أمة مقدسة، أمة مقدسة، شعب اقتناء في اسم الرب يسوع. أكثرت هذه الأمة المقدسة. مش هبقى أنا لوحدي في البيت المخصص ليك يا رب. أنا بصلي بجرأة النهاردة يا رب إن أنت يا رب تخطف نفوس من الهلاك في اسم الرب يسوع من بيتي يا رب. أصلي حتى ناس في عيلتي مش بتعامل مع، مش لازم تتعامل معاهم، بس صلي باسم الرب يسوع انه الرب يختطف اشخاص في قرايبك بالجسد في العيله الكبيره. الرب يختطف، يظهر في احلام، يظهر في رؤى، ياتي اليهم باسم الرب يسوع بطرق مختلفه يا رب. هللويا 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 هللويا. وحينما ياتوا الى الرب يجوا يقولوا لك احنا فهمنا انت كنت عامل كده ليه، يقولوا لك فهمنا لانه حياتنا اتغيرت. ارفع ايدك قول باسم يسوع يا رب في اسم يسوع. اي شخص عايش في حصار من العدو بسبب انه اللي حواليه يمكن مش مؤمنين، يمكن ما يعرفكش، يمكن وبيقولوا كلام سلبي وبيقولوا، يا رب اصلي باسم الرب يسوع هذا الحصار يكسر ولا يكون له تأثير على اي نفس في هذا الاجتماع باسم الرب يسوع. هذا الحصار يكسر يا رب. وبصلي هللويا هجمات مرتدة في اسم الرب يسوع يا رب. نعم هللويا. نحن من نأخذ من بيت قيصر في اسم الرب يسوع. من بيت قول باسم يسوع انا هاخد من بيت قيصر، انا هاخد من بيت قيصر. ده اقوى حاجة. الرسول بولس اخذ نفوس للرب من بيت قيصر. ليسلم عليكم القديسين اللي من بيت قيصر. هللويا يا رب في اسم يسوع هناخد من بيت قيصر يا رب في اسم، هاخد من عيلتي دول، من ولاد خالتي ومن بنات عمي وما هاخد باسم الرب يسوع. هللويا هللويا. نعم هللويا يا رب. وانت تستخدمني بمجد غير عادي، تستخدمني رغم ضعفي. ارفع ايدك كده قول باسم يسوع تستخدمني رغم ضعفي يا رب. يا رب اشكرك. يمكن تقول ما بعرفش اتكلم وما بعرفش، انت بس محتاج تستسلم. ده وانت ماشي ساكت هيشوفوا هيبة الرب عليك باسم الرب يسوع. استسلم لمسحة الرب. يا رب اشكرك اشكرك اشكرك. اكثرت الأمة عظمت لها الفرح، يفرحون امامك كالفرح في الحصاد. نفرح أمام الرب كالفرح في الحصاد، كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة. بص عدد أربعة عظيم. لأن نير ثقله وعصا كتفه وقضيب مسخره كسرتهن كما في يوم مديان في اسم الرب يسوع. يا رب تدخل بحرية حقيقية في حياة هؤلاء الذين نصلي لهم باسم الرب يسوع. في أشخاص العدو مأيدهم فمش شايفين الإنجيل ومش قادرين يجوا للرب. صلي قول باسم، لا تدينهم لكن صلي أن الرب يكسر قيود كثيرة في اسم الرب يسوع.
نير ثقلي، عصا كتف. الشخص اللي تحت الاحمال ده شخص المدمن اللي في البيت بتاعك او في العيله بتاعتك ودائما تحت احمال ودائما عايز ايه الرب؟ عايز الرب يحرر اكتافه، عايز الرب يملاه بالفرح، عايز الرب يخليه خليقه جديده، عايز الرب يعمل في حياته امر عظيم جدا جدا. حينما تراه انت تعظم الرب لاجل عمل الرب في حياته. هذا ما يريد الرب. هل تؤمن؟ ارفع ايدك كده وقول باسم يسوع هللويا 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 هللويا. يقول لك لان كل سلاح المتسلح متسلح ضدك في الوغى، يعني في المعركه او في الزلزله، كل رداء مضحرك في الدماء ضدك يكون للحريق ماكلا للنار. بص عدد السته بقى، ليه بقى كل ده؟ لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، يدعى اسمه عجيبا، مشيرا، إلها، قديرا، أبا، أبديا، رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا. يولد لنا ولد. ايه اللي يخلي كل اللي انت بتسمعه ده يصير حقيقة؟ مش قرارك الشخصي انت فقط، قرارك مهم، بس اللي يخلي ده يصير حقيقة انه يسوع يستعلن. ارادتك وقرارك ان انت النهاردة تأتي الى الرب وتطلب منه وتحط نفسك على المذبح، هذا مهم جدا، بس خلي بالك الحركة الإلهية هي اللي بتعمل الصورة ديت. عشان كده ده بيحفظنا في اتضاع شديد حتى بعد ما تيجي وتتم كل شيء. عارف لما الكتاب يقول لك وبعد ما تتم كل شيء اثبته، اثبته بقى ليه؟ كرست كل حاجه، اديت كل حاجه للرب، والروح القدس جه اشتغل فيا وانا في الاجتماع وبكيت وخلاص انا للرب، انا للرب. بس انا محتاج استنى نيران الرب تاتي عليا، عشان النيران دي هي اللي هتخليك وانت بتتحرك في البيت تخلق منطقة في الزمان والمكان مفتوحة لعمل الروح القدس. في ميكانيزمات الملكوت بيشتغل بيها، في مرات مبقاش فيها كلام. حينما لما بيحصل اتحاد، لما بيحصل هذا الاتحاد، انتوا عارفين على طول اول ما تقرا عن التجسد زي آية 6 كده، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا، دي آية عن التجسد، صح ولا ايه الأخبار؟ صحيحين ولا ايه؟ اول ما تقرا عن التجسد على طول كده تحط يساوي بالنسبه لي الاتحاد مع الله. ليه؟ لانه هو تجسد لكي يتحد بنا ولكي اتحد به. وبالتالي حينما تقرا عن التجسد اعرف على طول هنا انه الايه دي بتشاور ليك على ميراث في المسيح اسمه انك تتحد بالمسيح. دي ايه ده؟ يقول لك ده بعض الاباء كده يبصوا على ان دي العقيده العظمى في المسيحيه، يونيون وذ كرايست، يعني الاتحاد مع المسيح، نتحد مع انا والمسيح ابقى حاجه واحده. لانه انا والمسيح لما بقى حاجه واحده بناء على تجسده، ده بيحصل بناء على ايه؟ بناء على تجسده، بيحصل استعلان يسوع فيا. فكل ارض زبولون ونفتالي اهنها الزمان الاول فجاه بتتقابل مع اكرام الزمان الاخير فيك. يعني شخص حاسس بالإهانة 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 لما يقابلك أنت لسه ما قلتش حاجة عن المسيح، أو أنت داخل وقد أتت النار على حياتك في الاجتماع داخل البيت، وشخص كان محاصر في صغر نفس، بس لما أنت دخلت البيت فجأة الفكرة بقتش موجودة. ليه الفكرة فجأة بقتش موجودة؟ لأنه الفكرة هزمت فيك، فأرواح الشر ترتعب منك. الفكرة اللي وراها أرواح شر أنت بتهزمها، أنت أخذت نصرة عليها، تستطيع أن تمرر هذه النصرة إلى أجواء وإلى أشخاص. عشان كده المعركة الروحية ليست فقط شخصية، ليست فقط بأبعاد شخصية، المعركة الروحية لها أبعاد شخصية بس لها أبعاد جماعية. إذا أدركت حينما تنتصر على أرواح النجاسة تستطيع أن تمرر التكريس إلى آخرين.
حينما تنتصر على أرواح النجاسة وتوجد في مكان، تدخل بيت مثلا رايح تعمل زيارة مثلا، وبعدين تقول لي رايح أعمل زيارة بس أنا ما ليش في الزيارات، ما عارفش أتكلم مع الناس، ما بس أنت عندك نصرة استلمتها من يسوع، ادخل البيت بالنصرة ديت من غير ما تتكلم. أرواح الشر ستهرب من أمامك. تدخل بيت يبقى البيت ده فيه ارواح شر وفيه ارواح شر، طول ما انت موجود. مش كانوا بيصرخوا قدام يسوع؟ التجسد اساس الاتحاد مع يسوع. يعمل حينما اؤمن بيسوع المتجسد انه تجسد لاجل ان يتحد بي، الكلمه صار جسدا وخيم فينا، حل بيننا، واجي للرب واقول له رب انا عايز ده، انا اريد ان انك انت تحل فيا، انا عايز ده يا رب، والرب يتمم ده وتبتدي تتحرك. يسوع بيتحرك. يا رب في اسم يسوع، ارفع ايدك وقول باسم يسوع، تهرب ارواح شر باسم الرب يسوع. هللويا هللويا هللويا. بص، عايز اروح لكلمه نفتالي، هي دي الكلمه يعني اللي انا شعرت انها لمعت. مش عايز اتامل في زبولون او عايز اتامل في نفتالي، لانه الارض دي جزء من الارض دي اسمه ارض ايه؟ ارض نفتالي. الوعود اللي مكتوبه هنا دي، الشعب السالك في الظلمه ابصر نور عظيم، الجالسون في ارض ظلال الموت اشرق عليهم نور. ده الوعود دي جزء من الأشخاص اللي موجهة ليه هذه الوعود، هم اللي ساكنين في أرض نفتالي. بص بقى، تعال أروح معاك لسفر التكوين. أصحاح 49. يقول لك في عدد 21، دي نبوات التي أطلقها يعقوب على أبنائه. فحينما أتى إلى نفتالي، يقول لك نفتالي إيلة مسيبة يعطي أقوالا حسنة. ارفع إيدك كده وقول باسم الرب يسوع، أنا هبقى زي الإيلة المسيبة يعطي فمي أقوالا حسنة. بس حينما ترجع إلى الشاهد اللي بيحكي عن ولادة نفتالي، تفهم إنه معنى اسم نفتالي يعني صراعات. صراعات يعني نفتالي ده، أرض نفتالي دي تقدر تقول عليها إيه؟ أرض الصراعات. عشان كده مليانة إهانة في الزمان الأول. بس بص، الصراعات نفتالي، الشخص اللي عنده صراعات، وشعرت كده الرب عايز يتحدث إلى أشخاص بعمق، يتحدث إلى قلبك. عندك صراعات، عندك صراعات، ممكن الصراعات دي تبقى داخلية، دائما في صراع مع نفسك داخليا، دائما شعر ان انت قليل، دائما شعر ان انت مهدد، دائما شعر ان انت في تعييرات جواك بالماضي بتاعك، في صراعات صراعات صراعات. الصراعات بقى الطبيعي ان هي تنتج ايه؟ تنتج كلمات مليانة شكوى وشكاية، كلمات سلبية، كلمات يأس. يقول لك لا، بص بقى العكس خالص، الآية دي عكس الكلمة. نفتالي إيه لمسيبة، اللي عنده صراعات بيبقى إيه لمسيبة؟ عنده صراعات بيبقى إيه؟ متكتف. نفتالي بقى اللي عنده صراعات ده، حينما يأتي الزمان الأخير، ما هو نفتالي دي أرض نفتالي إيه؟ جزء من الأرض اللي الزمان الأول بتاعها مليان إهانة، مليان إهانة لأنها مليان الصراعات.
شخص مليان صراعات من جوه. ارفع ايدك وقول باسم يسوع اليوم الرب ينهي الصراعات اللي جوايا. صراعات ان انا متروك، صراعات انه الرب مش مهتم بيا بالقدر اللي هيخليه ينقذني، صراعات العدو يجي يزرع افكار، يبقى الرب عايز ياخدك خطوه لقدام، ويبقى الرب فاتح قدامك ابواب، ويبقى العدو يجي يقولك انت ازاي يعني مش خايف، انت ازاي يعني انت مش شايف الناس بيحصل لهم ايه حواليك، انت مش شايف الايام مش عارف عامله ازاي. صراعات. بس بص بقى، حينما يتغير الزمان، لما تسمح ليسوع انه يدخل وبالروح القدس بقى يتم كنس كل هذه الصراعات في اسم الرب يسوع، تلاقي نفسك الشخص اللي كان مكتئب وحزين ومتكتف ومش عارف يفرح، ولما يجي الاجتماع ما يبقاش عارف يفرح، وممكن تبقى بتتابعني عبر الانترنت بتسمع مبسوط بالكلام بس انت من جوه مش منطلق. ليه؟ ما زال هناك صراعات. شاعر ده انت ممكن تبقى وانت بتتابع عبر الانترنت تقول يا ده يا بختهم اللي قاعدين في الاجتماع دول، انا ما مش قادر اروح الاجتماع، وانا وليه يا رب كده. لو في حد بيسمعني وعنده الافكار دي، لا تسمح للعدو ان يعيرك. قول حضور الرب ياتي الي في اي مكان في اسم الرب يسوع. حضور الرب يخترق بيتي. لو بتسمع وانت في اسكندرية، لو بتسمع وانت في اي مكان اخر، لو بتسمع وانت برا مصر، او قول هللويا لانه الرب يأتي بحضوره. نعم الرب يأتي بحضوره. وقول باسم يسوع لو انت محتاج تغيرات في حياتك عشان تبقى في وسط اجتماع وجماعة روحية قوية، قول باسم يسوع الرب هيغير الزمن الصعب اللي في حياتي، والحصار لن يدوم في اسم الرب يسوع. الرب يخرجني من الحصار. آمن، ارفع ايدك وآمن، قول باسم يسوع الرب يخرجني من الحصار بقوة الدم. الرب يخرجني من الحصار في اسم الرب يسوع. فهذه الايه المسيبة دي في الأصل ايه؟ دي نفتالي في الأصل، عندها صراعات. بس بص لما يسوع بيدخل بقى والصراعات تبتدي تفكك، عارف يبقى في حاجات في الذهن الشخص مش متخيل ان ليها حل، وبعدين لما يسوع يدخل تلاقي الحاجات دي بتدوب لوحديها، مفيش حاجة حصلت اصلا. بس ليه؟ لانه ابليس بيحبس في مرات اشخاص في اذهانهم في حصارات مزيفة. واحد عايش بفكرة طول بقاله سنين، من اول ما طول حياته من اول ما بدا يدرك، عايش بفكره انه هيموت نفس مش عارف الموت اللي ماتها مين، عايش بالفكره دي وخايف ويحسب كده، يقول لك ابص مش عارف العيله بتاعتي في رينج من كذا لكذا بيموتوا، وخلاص ده الرينج. فكره. يا رب اصلي باسم الرب يسوع كسر هذه الافكار. ده هللويا. لو عندك الفكره دي وانت بتسمعني قول باسم يسوع لا اموت، أحيا، أحدث باسم الرب يسوع بعجائب الرب. شخص تاني فكرة برضو إبليس يجي فكرة مزيفة يقول له أبص جسدك اتحسب بكذا يبقى عندك كذا. قول باسم يسوع كل النصائح من هذا الطبيب المزيف. ده إبليس ده بيلعب دور طبيب مزيف. قول باسم الرب يسوع الطبيب الحقيقي يسوع معي في حياتي، ولن استسلم باسم يسوع. اصلي الان لو اي شخص دخل الى هذا الاجتماع ملتصق به ارواح شريره بتهدد، تهديدات في الصحه، تهديدات باسم الرب يسوع، حريه الان من هذه الارواح الشريره، حريه. ذهني يتحرر، ذهني يتحرر. في صراعات، ممكن شخص يبقى الصراعات بتاعته في دائره الاحلام، إبليس مهيمن على اللاوعي، مهيمن على الأحلام. كل تقولي أنا مش بحلم، لكن لما أحلم أحلم دائما بأحلام مزعجة، أحلم دائما بأحلام فيها بقى أمور مخيفة. وفي مرات يمكن العدو استغل إنه أنت مش واقف في المكان الصحيح، وإنه وده خليك من خلال أحلام. خلي بالك الخطية يعني إيه مش واقف في مكانك الصحيح؟ يعني مستسلم للخطية، مستمتع بخطية. هذه الصغرة التي يدخل منها العدو من خلال الأحلام. يعني العدو ممكن يرمي أحلام من عنده، بس ده مش معناه أنه دخلك.
ليه؟ لو انت مفيش خطايا مفيش ثغرات هتلاقي روحك صلبة حتى وانت نايم لن يخترقك. اما الاختراق بيحصل امتى؟ بيحصل لو في الحقيقي في استسلام للخطية، في استمتاع بالخطية. ده ايه؟ ده ال 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 الحائط الصد في حاجة مش مظبوطة، في ثغرة. تقول لي بقى يعني يدخل العدو بقى من خلال حلم؟ اقول لك يعني يدي حلم، بس مش دي القصه، لانه ممكن العدو يحارب احلام بس انت تبقى واقف في المكان الصحيح، تصحى من النوم حاسس انك تغذيت باعدائك وتشوف نصرتك في الحلم، يعني ترى العدو في الحلم وهو بيتكسر. قول باسم الرب يسوع. بس اذا في ثغرات بقى العدو يقدر يدخل من خلال الحلم، يعني ممكن يجي بقى من خلال الحلم دوت ويلصق بيك خوف، يبقى دخلك من خلال حلم، يلصق في مرات بأمراض. عشان كده في أشخاص في وقت النوم ممكن يصابوا بأمراض. ليه؟ لأنه العدو ممكن أحد الطرق، مش هي الطريقة الوحيدة بس أحد الطرق. ارفع إيدك وقول باسم يسوع، أنا أغادر من هذا الاجتماع الثغرات مسددة، لا ثغرات ينفذ من خلالها العدو لأحلامي، ولا أحلام تسبب صراعات، لا أحلام تسبب صراعات. نفتالي اللي عنده صراعات هيبقى إيه؟ لا مسيبة، هيجري هيجري هيجري. والقيود اللي العدو عايز يحطها في اللاوعي باسم الرب يسوع لن يكون لها مكان في حياتنا. قيود اللي العدو عايز يحطها في اللاوعي، القيود اللي العدو عايز يدخل بيها من خلال الأحلام، القيود اللي العدو بيستغل أنك مستسلم للكذب مثلا، في كذب في حياتك، في كذبة وإنت لا تقاوم، يجي العدو بيدخل يستغل هذا. قول باسم الرب يسوع، اليوم أتوب عن أي خطية في حياتي، وإذ أتوب يحصل معايا زي اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة ده. لو العدو أهني في الزمان الأول والعدو اخترقني والعدو، باسم الرب يسوع الزمان الأخير يحمل لي إكرام، الخمر الجيدة الرب أبقاها لي. صراعات لا تسيطر، حينما لا تسيطر الصراعات باسم الرب يسوع أتحرك بقى كأيلة مسيبة. وحينما لا تسيطر الصراعات، اسمع هذا جيدا، ده كأنه جزء مكمل لعظة الأسبوع اللي فات عن العائلات، الرسالة اللي الرب ادهنا في مرات يبقى العدو عامل صراعات في الأسرة عشان الأسرة دي ما تعرفش تبقى بتجري وراء الرب، وكأسرة مش عارفين يجروا وراء الرب، فده بيأثر بشكل فردي على الأفراد اللي جوه الأسرة بنسب متفاوتة. يعني واحد عارف يقف ويقاوم فهو بيجري شوية، واحد تاني مش قادر فجري بتاعه متعطل. ليه؟ لأنه العدو عمل صراعات في هذه الأسرة، عمل حصار على الأسرة دي، فالأسرة كلها مش عارفة تجري. ارفع ايدك وقول باسم يسوع، اي حصار العدو عمله على الاسره بتاعتي انفلت منه في هذا المساء بالتوبه وبالاحتماء بالدم. ممكن تبقى انت طرف في الصراعات ديت والحكايه الحصار محكم، العدو احكمه حوالين الاسره بتاعتك عشان انت طرف في الصراع ده. عارف الحصار ده متى ينفك؟ لما الطرف في الحصار ده يتوب ويعود ويرجع ويتضع فيخلخل الحصار ده. عارف لما يبقى سور مقفول بس يجي شخص كده معاه جزء من السور ده يخرج من الصراع، يخرج من المعركة، لا تصير طرفا في الصراع. تقول لي طب ازاي ده؟ هم واخدين حقي وهم مش عارف عاملين ايه وهم غلطانين وهم، اقولك بس لفهمك لما في الروح فانت عايز تقفل على العدو، فتبتدي تعيش بقوانين الكتاب، تبتدي تعيش مع الناس اللي معاك في البيت بقوانين الكتاب. يعني ايه؟ يعني بغفر لمن يسيء ليا، يعني باطلق، يعني بسامح، يعني بصلي، يعني باكرم، يعني بعمل حاجه عكس تماما تماما
الروح اللي سايده في البيت. لما بعمل ده بخلخل الحصار اللي ابليس عامله. هيلاقي الرب من خلالي بقى فرصه انه يدخل. ده بص المعادله دي على الرغم من بساطتها بس في ناس كتيره بتفوت عليهم. فهو طول الوقت يبقى محصور في الاساءات، طول الوقت محصور في فيما يحدث له، بس مش قادر يشوف انه هو بانحصاره ده هو جزء من الصراعات فهو جزء من الحصار. اول لما تفهم وتبتدي بقى انت تقول هللويا، الرب يريد ان ياتي بزمن جديد. الزمن الجديد ده يعني ملكوت الله يستعلن. انا ساكون علامه نبويه سلوكا نبويا عظه، الله يعظ بي. اول ما تبتدي تاخد السكه دي الحصار يبتدي يتفك. ارفع ايدك وقول باسم يسوع يا رب استناره النهارده، استنارة 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 باسم الرب يسوع. استنارة للزوجة اللي كل اللي شايفاه في زوجها انه هو شخص شرير وشخص بيعمل كذا وشخص بيعمل كذا، فواقفة طول الوقت بتقوي الحصار اللي حوالين العيلة بتاعتها. والأولاد يصابوا بأمراض، في مرات أمراض روحية وأمراض جسدية أيضا في مرات. بسبب إيه؟ إنه في أم مؤمنة بس مش عارفة تقف تصلي ومش عارفة تقدم محبة حقيقية. الحصار بيكسر حينما أقرر أن أطيع الكلمة. ارفع إيدك قول باسم يسوع سأطيع الكلمة. الحصار بيكسر لما أقرر أطيع الكلمة. حصار مش بيتكسر بانك تروحن الامور طول الوقت، مروحن الامور انه ده اصل مش عارف ده بيتحرك ازاي وفي اروح شريره وراء، ما هو خاطي هيتحرك ازاي يعني، مش محتاجه تمييز. امال انا محتاج ايه؟ انا محتاج ابقى شخص روحي، روحي مش بقول كلام روحي بوصف بيه اللي ابليس بيعمله. أنا محتاج أبقى شخص روحي. شخص روحي يعني إيه؟ يعني إنسان روحي. عظة الأسبوع اللي قبل اللي فات تقريبا إطلاق الإنسان الروحي. أنا محتاج أبقى شخص روحي يعني إيه؟ يعني آجل الروح عشان يطلع الثمر بتاعه جوايا. ده الشخص الروحي. الثمر بتاع روح القدس إيه؟ محبة، فرح، سلام. وأروح أقيس نفسي بقى أقول أنا فين من الثمر دوت؟ انا فرحان بس اول ما بتيجي سيره فلان على طول لا، يبقى انا هنا في حاجه محتاجه الرب يتعامل معاها. يا رب ارفعنا، ارفع ايدك كده وقول له يا رب ارفعني باسم الرب يسوع من اي مزبله انا حطيت نفسي فيها. ارفعني من اي اعمال جسد ومن اي استسلام للطبيعي وللخطيه باسم الرب يسوع. انا يا رب مش عايز ابقى شخص محصور في الصراعات، انا عايز ابقى ايلة مسيبة. هل تريد انك تبقى ايلة مسيبة؟ ارفع ايدك كده وقول باسم يسوع. وتخيل بقى كده، تخيل كده انت ايلة مسيبة تعطي ايه؟ اقوالا حسنة. قول باسم يسوع انا هبقى ايلة مسيبة بتعطي أقوال حسنة. قول اللي جنبك حتى بإيمان كده. قول الأقوال الطبيعية اللي أنا بقولها في مرات لن أستمر فيها في اسم الرب يسوع. هاليلويا. بص تثنية 33 ده موسى يبارك الأسباط. يعني تكوين 49 يعقوب يبارك ولاده، أولاد يعقوب صاروا أسباط. تثنية 33 موسى بيبارك الأسباط، وفي وسط الأسباط اللي بيباركها بيبارك نفتالي، الشخص اللي عنده صراعات. هاليلويا. ولنفتالي قال، يا نفتالي اللي هو ايه بقى؟ الايلة المسيبة اللي تعطي اقوالا
حسنة الطبيعي لما هبقى إيلة مسيبة اشبع رضا وامتلئ بركة من الرب واملك الغرب والجنوب. يا نفتالي يا شخص اللي كان عندك صراعات، بص الرب دعيك لإيه. الرب دعيك ان انت تبقى إيلة مسيبة، يعني تتفك من الصراعات بتاعتك. واحد عايش مع نفسه في الصراعات، عايش مع تخيلاته، عايش مع دائما تشوفه تشعر كأنك شفت يعني فوهة بئر مليان أفكار 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 أفكار، أنت مش عارف إيه اللي جواه، بس هو شكله كيانه كده إنه محصور في هذه الأفكار. الشخص ده بقى حينما يأتي يسوع وهذه الأرض التي أهينت في الزمان الأول تمتلئ إكراماً، شوفوا بقى تاني بقى تلاقيه منطلق وبشوش ومليان فرح ومليان ثقة، وحتى لما بيضعف مش محصور في نفسه، بيقوم ودم يسوع المسيح ابنه يطهره من كل خطية، وحتى لما بيقول حاجات غلط ما خرجتش منه أقوال حسنة بسبب الخزف بسبب خطأ بسبب، على طول بيرجع خلاص شخص بقى مفكوك من جوه. قول باسم يسوع عرفت على فكني من جوه. اشبع رضا، اشبع رضا. يا نفتالي اشبع رضا، اشبع رضا. يعني ما تبقاش بقى نفتالي الصراعات بتاع زمان اللي مليان تذمر ومليان شكوى ومليان ليه ومليان علامات استفهام مش مجابة ومعذباه. لا، انت كان عندك صراعات يا نفتالي، اسمه نفتالي، اشبع رضا وامتلئ بركة. حط بقى خط تحت بركة ديت لو انت معاك كتابك، لأنه مشيئة الرب لنا في هذا الزمان أن نمتلئ بالبركات. املك الغرب والجنوب. يعني لو كنت بدأت هذه العظة بفيليبي 4:19 يملأ إلهي كل احتياجكم، وده كان يعني أحد الحاجات اللي جوايا كده وهعملها دلوقتي على طول، كنت هنقل بيك نفتح الأول فيليبي 4:19 نتذكرها. ده الوعد اللي الرب ادهولنا لهذا العام. فيملأ إلهي كل احتياجكم. فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. بحسب غناه. نفتالي اشبع رضا وامتلك البركة. رب عايزك تمتلك البركة، عايز احتياجاتك تسدد بحسب فيليبي 4:19، كل احتياجاتك تسدد بحسب غناه في المجد. طب الرغبة الإلهية دي انه نفتالي يتبارك، انه انت تتبارك، انه احتياجاتك تسدد، هل تركها الرب كده بحسب اجتهادك؟ لا، الكتاب بيعلن انه الرب صنع اساسا قانونيا. عايز اربطها لك هذه الآية بأفسس 1:3، واقول كده حاجتين مهمين وبعدين نصلي. أفسس 1:3، تسديد الاحتياج الذي يتحدث عنه في فيليبي والبركة وأن تشبع رضا وأن تملك الغرب والجنوب مثل ما يتحدث إلى نفتالي، مؤسس في العهد الجديد على ما جاء في أفسس 1:3، مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي
اشبع بركة الذي باركنا. أنا شعر أن الرب عايز يرسخ هذا القانون بداخلك وبداخلي وبداخلك في هذه الأيام. أتكلم بعد شوية عن الطريقة اللي الرب عايز يتعامل بيها مع اقتصاد المؤمنين. بس لازم تشوف الأول الأساس. إيه الأساس؟ أن الرب باركني بكل إيه بقى؟ بركة روحية في السماويات في المسيح. تقول لي ده آية عظيمة جدا، بس مش الآية دي بتشاور على البركات الروحية؟ فأنت ممكن تفهم البركات الروحية دي إنها أمور روحية فقط. لا، الآية دي بتشاور على كل بركة. ليه بتقول بكل بركة روحية؟ لأن كل بركة بما في هذا البركات المادية أصلها روحي. فحينما يقول باركني بكل بركة روحية في السماويات، يعني إيه؟ يعني الرب أطلق لأجلي في السماويات الفيرجن اللي أنا متبارك فيه بكل بركة. زي بالظبط أقول لك أمثلة من الكتاب عشان تفهم دوت. رأى موسى النموذج بتاع المثال بتاع خيمة الاجتماع، صح؟ شاف هنا إيه؟ شاف مثال. فين؟ في الروح. يعني هذا الهيكل السماوي وهذه الخيمة السماوية وهذه دي ايه دي 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 في الروح، هي قائمة في الروح، هي كائنة في الروح، مظبوط؟ مش ما كانش على الارض، بس هي قائمة وكائنة في الروح. لما جه ينفذها على الارض بقت ايه؟ بقت ماتيريال، بقت قماش وبقت فضة وبقت نحاس وبقت ذهب وبقت جلود وبقت أصلها إيه؟ في الروح، أصلها روحي. بس حينما طبقت على الأرض بقت إيه؟ بقت مادية. الأصل فيما في صحتك إنه الرب يريدك سليما. تقولي جبت ده منين؟ اقول لك الكتاب هو اللي بيقول لي. ايها الحبيب اروم في كل شيء ان تكون ناجحا وصحيحا. صحيحا يعني سليم في الاصل. يبقى هنا البركه المطلقه لي في السماويات انا اكون صحيحا بحسب ما يعلن لي الكتاب. هذه البركه لما هتترجم في حياتي هتترجم فين؟ في جسدي. هكذا ايضا يوجد بركات الرب قد زخرها لنا في السماويات، بركات اصلها روحي حينما تاتي هنا بتترجم لكل ما هو مرئي متشاف مادي. فكل بركه انت بتستمتع بيها هنا اصلها بركه روحيه في السماويات. فهو قد باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. أنا مبارك بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. وبالتالي فحصولك على البركات أنت مش بتخترع، أنت بتاخد ميراثك في المسيح. عشان كده يروح رابط على طول. اللي بيؤمن بالمسيح العهد الجديد هو اللي بيربط، هو اللي بيعمل ربط ده. اليوم بالمسيح يقولك دول يبقوا ايه؟ يبقوا ورثة ابراهيم، ابناء ابراهيم. يعني ايه؟ يعني عندهم ميراث ابراهيم. طب هو ميراث ابراهيم كان فقط امور روحية؟ لا، ما كانش فقط امور روحية، كان امور روحية وزمنية. واللي ناقص لسه من ميراثه الزمني سيمتلكه حينما يأتي المسيح ويؤسس ملكه على الارض. فأنت مبارك بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. ده معناه أنك تستطيع أن تمضي في رحلة بحث عن البركات المعدة لك. أنت معد لك بركات. أنا لا أريد إلا البركات المعدة لي في المسيح يسوع في السماويات.
ولما تدرس تعرف كلمة السماويات طبعا يمكن تحدثنا عن هذا فيما قبل مقررة في رسالة أفسس، ويقول لك الكلمة المقررة في رسالة أفسس هنا مش مستخدمة في كل العهد الجديد، في كلمة تاني اللي بتترجم في العهد الجديد السماوات مثلا، لكن السماويات اللي هنا دي ليه؟ بولس بيتكلم عن بعد في الروح في السماويات اللي فيه بقى ايه؟ اللي فيه البركات واللي فيه المعركة الروحية، لأن محاربتنا ليست مع دم ولحم لكن في ال مع أجناد الشر الروحية في السماويات، في السماويات اللي هي نفسها باركني بكل روح بركة روحية. فين؟ كم واحد فاهم؟ فأنت بركاتك في السماويات والمعركة في السماويات، فأنت عشان كده أنت محتاج توجد في السماويات لكي تحسم المعركة فتستلم ميراثك، محتاج توجد في السماويات. عشان كده برضو نفس الرسالة تقولك إنه أقامنا وأجلسنا معه فين؟ في السماويات. فأنت محتاج تقعد في مكانك في السماويات لكي تحسم معاركك، عشان تقول لإبليس في مرات كثيرة ارفع يدك أيها العدو من على هذه البركة اللي أصلها روحي في السماويات، وإنت واقف عامل إعاقة ارفع يدك الآن. حينما تكتشف هذا وتدرك أن المعركة الروحية حقيقية، وتدرك أنه اللي بيحصل في حياتك اليومي له علاقة باللي بيحصل في السماويات، اللي بيحصل في حياتك اليومية له علاقة باللي بيحصل في السماويات. لما تسمع الجملة دي واحد ممكن يسمع الجملة دي فيقول لك له علاقة باللي بيحصل في السماويات، أنا فين والسماويات فين؟ لو ذكرت الكلمة اللي بيحصل في حياتك له علاقة باللي بيحصل في السماويات، وانت مكانك محفوظ اصلا في السماويات عشان تحسم المعارك اللي في السماويات، عشان تأتي بالبركات اللي في السماويات. عشان كده العدو في مرات كثيرة بيعمل حصار، ليه؟ عشان يمنع استعلانك في السماويات. بتستعلن امتى في السماويات؟ لما انسانك الروحي بيطلق، لما انسانك الروحي بيطلق فيقف في مكانه فيبدأ يعبد ويشرع، انت في السماويات فبتخلص اللي في السماويات. فكل الاصول الروحية اللي ليك في السماويات بتتحول الى ميراث مرئي في ارض حياتك. انت عندك اصول روحية في السماويات، يسوع امنها بدمه. انت عندك اصول روحية، اصول سموها ايه؟ سندات بقى. عندك سندات روحية في السماويات تحتاج أن تستلمها. ارفع ايدك وقول باسم يسوع لن أبقى نفتالي في الصراعات، هبقى إيلة مسيبة، وهذه الإيلة تعرف طريقها للسماويات وتعرف طريقها عشان تقف وتحسم. يا رب في اسم يسوع نقلة في السلطان كما كلمتنا في هذا العام. ما هي دي نقلة السلطان؟ نقلة السلطان ايه؟ انه يستعلن انت تؤمن بما صنع الرب لاجلك، يستعلن مكانك في السماويات. احبائي عايز اقولها بكل الطرق، يوجد بركات روحية، اي بركات اصلها روحي موجودة لاجلي ولاجلك في السماويات، مطلقة مطلقة من الرب. والعدو زي ما دانيال قعد يصلي وبعد 21 يوم أتى له الملاك وقال له، قال له من أول ما أنت صليت سمعت صلاتك وأنا اتحركت عشان أجيلك، بس إيه اللي حصل؟ في معركة في السماويات، وكل ما المعركة دي بتطول وأنت مش واقف في المكان الصح بيعرف العدو يروح عامل إيه؟ يروح رامي عليك شكايات. أنت في الحصار
تحت وفي السماويات في معركة والعدو حط ايده على البركات، وانت عمال تحت عمال تقول انا ليه مش متبارك. بص بقى السؤال يتحول الى ليه ربنا مش مباركني. لما تسأل السؤال ده لنفسك جاوب بأفسس 1:3. كلما سألت نفسك هذا السؤال، هو أنا ليه مش متبارك زي فلان، هو أنا ليه مش متباركة مش عارف إيه، جاوب كده، بص نفسك في المراية وقول مبارك الله أبو ربنا أبو ربي يسوع المسيح الذي باركني بكل بركة روحية في السماويات. هتلاقي نفسك حينما تعلن هذا الإيمان بتسأل السؤال اللي بعده، إذا كنت أنا مبارك في السماويات ليه البركة دي مش على أرضي؟ هتلاقي نفسك منخرط بالروح القدس في المعركة الروحية لأجل ميراثك. إيه اللي بيخلي أشخاص في مرات ما عندهمش الحدة الكافية لاستلام ميراثهم؟ إن هم ما عندهمش الإدراك الكافي للحق ولما في الروح، ما عندهمش إدراك كافي، فهو بالنسبة له هو دي حياتي. بص بقى روح على الحق، الحق يروح هتطلق المسطرة يقول لك باركنا بكل بركة روحية في السماويات، أنا متبارك بكل بركة روحية في السماويات. إذن أستطيع أني أؤمن أنه أجلسني في السماويات فأمارس من هذا الجلوس سلطاني. بصوا كلمة سلطان هتلاقيها بتطلع كتير قوي خلال السنة دي. أمارس من هذا المكان سلطاني. أنا عايز أعزم ناس يجربوا اللي أنا بقوله دوت على مستوى البسيط كده، يعني يقول الموضوع الفلاني ده اللي أنا بفكر فيه كتير قوي وبتكلم عنه كتير قوي وبشتكي كتير قوي، هروح واقف قدام الرب باصص على يسوع مركز في يسوع، وإنساني الروح يطلق حينما أعبده، وأنا مطلق. إذا هذا الأمر حقيقي هتلاقي الروح بيروح جايبه قدامك على طول، فلما يجي قدامي في وقت الصلاة مش هتمسكن لكن همارس سلطاني. أنا عايز أعزم ناس جرب وانت في الروح، بس خلوا بالكم من وانت في الروح ديت، ها مش كده وخلاص، جرب وانت في الروح تقول لحاجات تعباك بقالها طويل قوي اخرس اصمت ابكى وانت في الروح. جرب وانت في الروح، مش معنى انك تعرف الرب بقالك سنين طويلة ان انت طول الوقت في الروح. حينما تكون في الروح انت بتبقى مدرك انك في الروح. حد هنا يقولي العلامات كده ان انا في الروح؟ حينما تكون في الروح انت بتبقى مدرك انك في الروح. ليه؟ لانه روحك دي مركز الادراك، فانت في الروح. مركز الادراك بيودي اشارات في كل حته ان انت في الروح، فبالتالي انت بتبقى عارف انك في الروح. وحينما لا تكون في الروح بس عمال تهبط كده، عارفين لما شخص عمال يهبط بس مش في الروح، انت برضو بتبقى عارف وتسال نفسك اسئله انت عارف اجاباتها، بس طب ما انا صليت بس ما كنتش في الروح. هتفهم انا بقول ايه؟ ارفعوا ايديكم كده عالي عشان تشجعوني. هللويا. اذا هنا ابناء وبنات للرب حقيقيين. انت محتاج تبقى في الروح عشان تحسم المعارك اللي في السماويات، عشان البركات اللي في السماويات. طب ابقى في الروح ازاي؟ اسرع طريقه انك تبقى في الروح انك تشخص في يسوع. دور على يسوع اسهل طريقه. ما تخش تصلي، لا تمارس اشياء، ادخل قول انا جاي لك، انا جاي قبلك، استعلن نفسك. لما يسوع يستعلن انت في الروح.
يوحنا في سفر الرؤيا كان في الروح في يوم الرب. أكبر إعلان في سفر الرؤيا عن إيه؟ عن يسوع. اوعى تفتكر أنه أكبر إعلان في سفر الرؤيا عن أحداث الأيام الأخيرة. سفر الرؤيا مليان استعلانات الأيام الأخيرة، بس سفر الرؤيا هو إعلان يسوع المسيح، إعلان يسوع المسيح. فهم كل الخرائط الإسخاتولوجية الأخروية إمتى؟ لما شاف يسوع. هتفهم كل اللي بيحصل في خريطة حياتك، وهيديك الروح إنك تتحكم في مراكز وتغير حاجات، ويبقى العدو حاطط هنا حاجات تشيلها، ويبقى في حاجات هنا مفقودة تحطها، بس إمتى؟ وإنت في الروح. ارفع ايدك وقول باسم الرب يسوع. وجودك في الروح يوديني على طول على الخطة اللي الرب عايز يطلقها في هذا العام لأجل أمورك المادية. في خطة عند الرب. التعامل مع الأمور الاقتصادية في كتاب مقدس بيحصل على الأقل من خلال بعدين أو طريقتين. اسمع هذا جيدا لأنه مهم وهنصلي بعد كده. تعامل مع الأمور الاقتصادية في كتاب مقدس بيحصل من خلال بعدين. يا إما يحصل من خلال بعد جماعي، وده مرتبط، هتلاقيه مرتبط بإسرائيل في العهد القديم بشعب الرب. يعني إيه؟ يعني يحصل مجاعة مثلا، فالرب يعمل حاجة يقلب بيها الظروف في البلد اللي فيها المجاعة في السامرة. يجي أليشع زي كلنا عارفين هذه القصة ويقول كل حاجة رايحة في اتجاه صعب جدا، وكلنا عارفين القصة، الحاجات اللي ملهاش سعر فجأة بقى ليها سعر، وحاجات مش منطقية بقت بتحصل، ومش عايز أخش في التفاصيل. فيجي أليشع يقول حاجة العكس تماما، يقول بكرة كل حاجة هتتقلب، فتحدث معجزة. هذه المعجزة جماعية، يبقى تأثيرها جماعي. العدو يسمع صوت مركبات وخيول فيتخيلوا انه في حصار حواليهم، يطلعوا يجروا يسيبوا حاجتهم ويسيبوا خيولهم ويسيبوا الغنيمة. يدخل البرص اللي من شعب الرب يلاقوا الغنيمة. يروحوا واخدين ورايحين قايلين، يحصل ايه؟ انفراجة. تعامل يغير الخريطة الجماعية. انا اعتقد ان هذا طبعا في استثناءات، بس مرتبط بقدر كبير بشعب الرب في العهد القديم اللي هو كله ملموم في سياق واحد. فاهمين؟ يعني في الحادثة دي كل اللي هم شعب الرب هنا في الحتة دي. العهد الجديد نظرا لانه الجغرافيا بتاعت شعب الرب اتغيرت، جغرافية شعب الرب في العهد الجديد ما بقتش زي جغرافية شعب الرب في العهد القديم، صح ولا ايه؟ جغرافية شعب الرب في العهد القديم هم ادي ده شعب الرب اهو موجودين في مكان واحد، او لما يتشتتوا يبقوا موجودين في اماكن مختلفة، بس هم معروفين، صح؟ ده شبه شوية جغرافية العهد الجديد اللي هي ايه بقى؟ الكنيسة، شعب الله له تعاملاته. بالتأكيد هو باق، وما تفهمش الكلام اللي أنا بقوله ده إنه الكنيسة شالت الشعب القديم، ما أقصدش كده. الشعب القديم له تعاملات الرب معه وأمور في الإسخاتولوجي وفي الأخرويات، ومش دي القصة بتاعتي خالص دلوقتي، بس أنا بشرح لك التغيير في الجغرافيا. فشعب الرب في العهد الجديد هو المؤمنين، هم أبناء الرب، أمة اللي بيتكلم عنها بطرس. دول بقى ما عندهمش مكان جغرافي بيجمعهم، فاهمين؟ لكن هم موجودين في العالم كله في 6 قارات. وبالتالي حينما تحدث بقى أزمة مجاعة، أزمة اقتصادية بلغة النهاردة، أو مجاعة بلغة الكتاب، أو أي حاجة، حل المجاعة دي
أو الأزمة دي مش في حل يجي يروح مغير الاقتصاد بتاع أماكن جغرافية واسعة بتاع بلاد مثلا أو بتاع، عايز أتأكد أنتوا فاهمين. أما الحل الظروف الاقتصادية الصعبة دي إيه؟ إنه زي ما شعب الرب مثلا في المثل بتاع السامرة حدث هذا الأمر المعجزي والرب وجد له اقتصاد بديل. في العهد الجديد أنت مدعو كابن للرب وكبنت للرب إن يبقى عندك اقتصاد بديل، فهتلاقي حل الأزمة مش طالع في جغرافيا في بلد، يعني فجأة والبلد مش عارف كان. طبعا ده ما يمنعش ان احنا نصلي للبلد بالتأكيد، وان احنا نصلي انه الأسعار ترخص، وانه يعني صلي كل اللي انت عايز صليه، كل الروح القدس يحط جواك أقصد، ده ما يمنعش ده خالص، بس لازم يبقى عندك الفهم ده. ايه الفهم ده؟ انه تأتي أزمنة، سيبك من الزمن اللي احنا فيه ده خالص، بس تأتي أزمنة كل ما يحدث فيها صعب، طب ساعتها ايه اللي هيحصل؟ هيوجد لك اقتصاد بديل اللي هو تعرف تطبقه النهاردة، تعرف تطبقه السنة دي. يعني أنا لا أجد أي دهشة في أنه الرب يتحدث لنا في قبل بداية هذا العام أن إلهي يملأ كل احتياجي بحسب غناه في المجد. بحسب غناه في المجد بتقول إيه؟ بتقول بديل. بحسب غناه في المجد، مش بحسب ما معي، مش بحسب نسبة اللي معايا للي بيحصل. يملأ إلهي كل احتياجي بحسب غناه في المجد، بحسب غناه في المجد. ده هنا في ايه؟ ده في اقتصاد العهد الجديد اللي هو جزء كبير منه الكنيسة اكتشفته في وقت أعمال الرسل اللي بيتحقق من خلال العطاء. في جزء كبير من اقتصاد العهد الجديد بيتحقق من ما كانش يعني معظمه يتحقق من العطاء. العطاء هو الأساس اللي بناء عليه اقتصاد العهد الجديد بيبنى، اني اعطي. وبالتالي ده يخليني حينما احيا في زمن السوء زي مزمور 37 بيقول، انا فاهم كويس قوي الرب كان بيعمل ايه مع الشعب في العهد القديم، كان بيعمل معجزات بالشكل الفلاني ده. المعجزه دي ممكن ما تحصلش في البلد اللي انا عايش فيها، او ما تحصلش في بس هتحصل معايا. عايز اتاكد ان انتوا فاهمين، هتحصل معايا، فاهمين؟ يعني بتعبيرات اخرى، الازمه في وقت حصار السامره اتفكت صح بشكل عام. مش لازم الأزمة تتفك بشكل عام عشان الأزمة تتفك بشكل خاص. خلي بالك عشان ده الروح القدس عايز يحدد، مش يعني يخليها حادة، مش يرسم حدود، يخليها حادة. عايز صلواتك تبقى حادة، فاعرف انت بتصلي ازاي وليه. الروح القدس عايز صلواتك حادة، يعني مقتدرة، تأتي بثمر، تفتح الأبواب، تنقل الجبال، تعمل حاجة حقيقية في الواقع. عشان كده الرب عايز فهمك ده، مش لازم الأزمة تتحل. يعني ما تبقاش قاعد يعني أصلي ده ما يبقاش حاصل مع أي حد في وسطينا، إنه قاعد هنعمل إيه من الدنيا كلها كده، أدينا هو قاعدين لما الأزمة تتحل. ده ملوش علاقة خالص بالكتاب المقدس بيقوله. الكتاب المقدس بيقول إيه؟ بيقول إنه في وسط الأزمة الرب كان بيعمل معجزات مع الشعب، إذن في وسط الأزمة الرب هيعمل معجزات معاه. بيقول إنه في وسط الأزمة يعني إيه؟ يعني بص بقى هنا إيه اللي هيحصل؟ عيني هتتنقل من على المؤشر الطبيعي اللي مش عارف بيطلع ايه وبينزل ايه خلاص ما بقاش دي قصتي بقى خالص. ليه؟ اطلع انزل، يعني انا عندي حاجه تاني رب بيفتحها.
انا عندي مصدر تاني اسمه غناء في المجد، اسمه باركني بكل بركة روحية في السماويات، اسمه انه سأقف امام العدو اللي يرفع يده من على البركات المزخرة ليا. طيب النموذج اللي انا بقوله ده نموذج عهد جديد وموجود ايضا في العهد القديم، موجود في قصص كتير. انا هاخد فقط اسحاق تكوين 26، لانه نموذج حصار السامرة ده نموذج معجزة جماعية في البلد، بس نموذج اسحاق في تكوين 26 المجاعة كانت موجودة وفضلت موجودة. تكوين 26 عدد 1، كان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم، فذهب إسحاق إلى أبي مالك ملك الفلسطينيين إلى جرار، وظهر له الرب وقال لا تنزل إلى مصر، أسكن في الأرض التي أقول لك، تغرب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك، لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد، وأفي بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيك، وأكثر نسلك كنجوم السماء، وأعطي نسلك جميع هذه البلاد، وتتبارك في نسلك جميع أمم الأرض، من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي أوامري وفرائدي. و كلمة مركزية جدا في اقتصاد العهد الجديد، في هذا الاقتصاد الموازي، كلمة مركزية جدا اسمها الطاعة. ارفع ايدك كده وقول باسم يسوع سأكون دائما في الطاعة. وبعدين عدد 12 في الأرض اللي فيها جوع، في الوقت اللي فيه جوع يقولك وزرع إسحاق في تلك الأرض. أنهي أرض اللي الرب قال له أسكن في الأرض التي أقول لك؟ زرع إسحاق في تلك الأرض فأصاب، اللي هي الأرض دي أصلا بالطبيعي فيها جوع، فأصاب في تلك السنة. أني سنة بتاعت الجوع، فزرع في تلك الأرض فأصاب في تلك السنة. طب هو حصل زي ما حصل أيام السامرة والمجاعة ما بقتش موجودة؟ لا المجاعة موجودة. طب والمية موجودة؟ لا المية ما كانتش موجودة. طب زرع إزاي؟ طب أصاب 100 ضعف إزاي؟ في اقتصاد موازي موجود عند إيليا، وهو الغراب هو اللي بيقوته الرب طبعا من خلال الغراب. موجود 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 في حاجة اسمها يا رب في اسم يسوع افتح العينين، في حاجة اسمها انه في وسط الأزمة الرب بيشق لي طريق، في حاجة اسمها انه في زمن السوء انا لا اخسى، في حاجة اسمها ان العالم يرى اسحاق وقد باركه الرب في هذا العام 100 ضعف، فيقولوا اله هو يهوى الهيم الخالق. اعلن ايمانك. بص يقول لك ايه بقى، زرع اسحاق في تلك الارض فاصاب في تلك السنه 100 ضعف. هللويا يا رب، افتح ابواب معجزات عظيمه على هذا الاجتماع باسم الرب يسوع، وباركه الرب. فتعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا. إسحاق بعديها بقى تلاقي الجزء اللي بعده على طول ده ايه ده، إسحاق ينبش أبار المياه، اكتشف بير ويكتشف اتنين ويكتشف تلاتة ويكتشف أربعة، والرب يباركه جدا وأعداؤه يسالمونه. هل تؤمن؟
ارفع ايدك قول باسم يسوع اعداءك يسالمونك. مكتوب كده ان ارضت طرق انسان الرب جعل اعداؤه يسالمونه. بص في عدد 26 هللويا بعد ما لقوا البئر الثالث اللي هو بئر سبعة بئر سبعة بئر سبعة بئر سبعة شبع سبعة يعني كمال شبع في اسم الرب يسوع هللويا. يقول لك وذهب إليه من جرار أبي مالك وأحوزات من أصحاب وفي كل رئيس جيشه قال لهم إسحاق ما بالكم أتيتم إلي وأنتم قد أبغضتموني وصرفتموني من عندكم. فقالوا بص الكلام العظيم إننا قد رأينا أن الرب كان معك. شافوا إزاي أن الرب كان معي؟ شافوا البركة. شافوا أن الرب معاه لما شافوا البركة لما شافوا متبارك. قول باسم يسوع ارفع إيدك قول باسم يسوع أكون في كل بركة باركني الرب بها في السماويات. يقولوا له إيه؟ بص يقولوا له إيه؟ نقطع معك عهدا ألا تصنع بنا شر كما لم نمسك وكما لم نصنع بك إلا خير صرفناك بسلام. أنت الآن إيه؟ مبارك الرب صنع لهم ضيافة أكلوا وشربوا ثم بكروا في الغد وحلفوا بعضهم لبعض صرفهم إسحاق فمضوا من عنده بسلام. بص عدد 32 يبدو هنا القصة نهاية عظيمة جدا. بقى عنده بير والبير ما حدش نزعه عليه بئر سبع أعدائه جم سلموه. بس الرب يقول لك أنا دائما عندي نهاية فوق النهاية عندي ختام فوق الختام. يعني أنت تختم كده ونقول يا الاجتماع عظيم الرب دانا ويجي الرب في الختام يروح واخدنا الحتة تاني في المجد. عنده دائما الرب ختام فوق الختام الطبيعي. يا رب أشكرك. يقول لك وحدث في ذلك اليوم أن عبيد إسحاق جاءوا وأخبروه عن البئر التي حفروا وقالوا له قد وجدنا إيه بقى ماء دي البير رقم 4 فدعاها شبعة لذلك اسم المدينة بئر سبع إلى هذا اليوم. ارفع ايدك قول باسم يسوع ليدخلني الرب الى فترات راحة في حياتي في الوقت الذي يبدو فيه انه الراحة دي حاجة صعبة قوي. ارفع ايدك واعلن ايمانك بالرب الان واعلن ايمانك ان الكلمات التي تسمعها هي روح وحياة. يريد الرب ان يستخدمها لكي ينقل حياتك من واقع إلى واقع آخر. الرب عايز ينقل حياتك من واقع من زمن إلى زمن. إن كان الزمان الأول قد أهانك يمكن الإهانة دي بالنسبة لك إنه أنت دائما عندك عوز عوز مادي وعوز نفسي وعوز في العلاقات. والرب يقول لك كما أهان الزمان الأول يكرم الأخير. بس آمن بالرب تعال للرب الآن اطرح العيان اطرح الواقع آمن 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 اعلن إيمانك ابن الرب الذي يدعوك إلى حياة مختلفة. هو أمين في كلمته واعلن ايمانك انك لن تكون في الانخفاض. لو اي حد وانت جاي الاجتماع حاسس ان انت حياتك في النازل اعلن ايمانك قول باسم يسوع لن اكون في الانخفاض. ساكون في الارتفاع. يقول كده وتكون فقط في الارتفاع ولا تكون في الانحطاط. أبارك في سلتك في معجنك في دخولك في خروجك أباركك وتكون بركة مش بس هباركك
سأستخدمك لتبارك كثيرين. انت ولا حاجة، انت دودة زي يعقوب. لا تخف يا دودة يعقوب، يا شرذمة إسرائيل، أنا هغيرك. بس تعال للرب، أنا هغيرك من الصراعات ومن الاكتئاب، هحررك من الصراعات، سألمس بإصبعي، هللويا، صراعاتك فأبددها ولا تعود تراها مرة أخرى. لو بتتابع عبر الإنترنت، هذه كلمة لك. سألمس صراعاتك يا رب. أي شخص كانت صراعات وهربت منه والعدو عايز يرجعها تاني، الآن نرفع أيدينا باسم الرب يسوع. أنت تهدئ أيها الرب البحار الهائجة. نرفع أيدينا كلنا في اسم الرب يسوع. أي شخص كان عايش في راحة لوقت، رب نقله الحياة الراحة، وشعرت أن أنت سلبت منك حياة الراحة دي، لا تيأس. الذي أعطاك الراحة الأولى هو هنا لكي يعطيك هذه الراحة مرة أخرى. لو أنت اختبرت الرب اختبارات عظيمة وما كانش في خوف وكان في ثمر، بس العدو تكاتف وعمل حصار، لا يكون ظلام للتي عليها ضيق أو حصار، لكن على العكس نفتالي الصراعات يصير إيلة مسيبة ويشبع رضا ويعطي أقوال حسنة. لا تخشى، لا تخف يا دودة يعقوب، لا تخف يا دودة يعقوب. نيران الروح القدس، وأنت تكشف الأسرار، يحطم الرب القيود ويكشف، وكل قلب في جمود بلمستك يحال نار. أنت تحطم القيود وأنت تكشف الأسرار، وكل قلب في جمود بلمستك يحال نار. أنت بالحب تسود، أنت تهدم الأسوار وتخلص من يعود. أنت قدس وبار، ولا أنا أنت بيننا ولست عنك بأنك مجيد، بك تهدأ البحور، أنت تمنح السلام، أنت تكفر الشرور، أنت تستر الأسى، بك
بك تهدى والبحور أنت تمنح السلام أنت تكبر الشرور أنت تستر الأثام أنت للقلب سرور أنت للنفس شفاء والأيام وسط نور أنت تضمن السماء والآن أنت بيننا بروحك من جليل فتهتف النبضنا ومعك شيئا لا نريد ويشهد سلوكنا لأنك رب مجيد أنت تحطم القلوب وأنت تكشف الأسرار وكل قلب في جمود بلمستك يحال نار أنت تحطم القيود وأنت تكشف الأسرار وكل قلب في جمود بلمستك يحال نار الحب تسود تتشق الأصوات وتخلص من يعود أنت قدس الأمور والآن أنت بيننا ولسنا عنك ببعيد فاسمع لنا وابلانا ومعك شيئا لا نريد ويشهد سلوكنا بأنك رب مجيد لنا بروحك من جليل فتعرف أعماقنا ومعك شيئا لا نريد ويشهد سلوكنا بأنك بإيمان بك تهدأ البحور بك تهدأ البحور البحور الهائجة تهدأ الآن تمنح السلام البركات المتأخرة تكبر الشرور تأتي وتستقر الآن بك تهدأ البحور أنت تمنح السلام أنت تغفر الشرور أنت تستر الأثام الأمور التي ينبغي أن تكون سهلة والعدو يعطلها ارفع إيدك كده واعلن باسم الرب يسوع أسهل طرقك قل باسم يسوع يسهل الرب كل طرقي لتتميم مشيئته نعم لا نخاف من الإعاقات لكننا باسم الرب يسوع نؤمن أن الرب يريد أن يعطينا طرقا سلسة لأجل خدمته ارفع إيدك كده قول باسم الرب يسوع تزال الإعاقات أؤمر الآن قل باسم الرب يسوع تزال الإعاقات
جبال الإيمان سنمتلكها. الآن تزال الإعاقات في اسم الرب يسوع. اسمع كلمة الرب لكورش، هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش. تقدر تحط نفسك مكان كورش لأنك ممسوح في المسيح. هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش الذي أمسكت بيمينه، لأدوس أمامه أمما وأحقاء ملوك أحل، لأفتح أمامه المصراعين، الأبواب لا تغلق. أنا أسير قدامك والهضاب أمهد، أكسر مصراعي النحاس، مغاليق الحديد أقصف، أعطيك ذخائر الظلمة وكنوز المخابئ لكي تعرف أني أنا الرب الذي يدعو باسمك. إله إسرائيل، أسير قدامك والهضاب أمهد، أكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد. الآن اسمع يا يعقوب عبدي، إشعياء 44، إسرائيل الذي اخترته، هكذا يقول الرب صانعك وجابلك من الرحم معينك، لا تخف يا عبدي يعقوب ويا يشرون الذي اخترته، لاني اسكب ماء على العطشان وسيولا على اليابسه، اسكب روحي على نسلك وبركتي على ذريتك، ينبتون بين العشب مثل الصفصاف على مجاري المياه، هكذا يقول انا الرب. دعاه وهو واحد وأكثره كثيرا جدا، ومات شبعان أيام ونضارته لم تذهب وعينه لم تكل. دعاه الرب وهو واحد، إبرام، هللويا. ودعا موسى أيضا واحد، أخرج به شعبه. ودعا إبرام وهو واحد وأكثره كثيرا جدا. بقى أمينا في وعده، مش بس الإبرام، مش بس الإبراهيم، لكن لأجيال وأجيال وأجيال. يقول لأجل عبدي إبراهيم، لأجل خليلي. إله العهد هو الإله الذي دعاني، هو إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هو الإله الذي دعاني لأسير وراءه. ارفع إيدك وإعلن، لا تخف يا دودة يعقوب يا شرذبة إسرائيل، هو إله العهد. أنا إله العهد دعوتك، أسير أمامك الهضاب ومهد، أكسر مصراعي الحديد، هاليلويا، هاليلويا، ومغاليق النحاس. وعهدي معك لا أنقضه، عهد الرب باقٍ، هللويا، هللويا. عهده مع داود
سيجلس على كرسي داود ليحكم من أورشليم. سنراه هللويا ونقول عهده مع إبراهيم ومع إسحاق ومع يعقوب ومع داود ومعايا لم ولن ينقض لأنه إله العهد. إله العهد إله العهد إله العهد إله العهد. لأنه يولد لك مرض وناطق لن وتكون الرئاسة على كاتبه يحكم الأرض بقادم حديد ويبيد المنافق بنفخة شفته. لأنه يولد لك مرض وناطق لن وتكون الرئاسة على كاتبه يحكم الأرض بقادم من حديد ويبيد المنافق بنفخة شفته. والآن يتعصب إلى قاصي الأرض. والآن يتعصب إلى قاصي الأرض. أكبرت الأمة عظمت لها الفرح يفرحون أمامك الفرح في الحصاد يبتهج وياض الجود كمن يقسم غني. أكثرت الأمة عظمت لها الفرح يفرحون أمامك الفرح في الحصاد يبتهج وياض الجود كمن يقسم غنيمة. والآن يتعظم إلى قصد الأرض بحسب غناه ومنك ويملأ إلهي كل احتياج بحسب غناه بالماء ويملأ إلهي كل احتياج بحسب غناه بالماء ويملأ إلهي كل احتياج بحسب غناه تاني يملأ إلهي ويملأ إلهي كل احتياج بحسب غناه في الملك ويملأ إلهي كل احتياج بحسب غناه هللويا ويملأ إلهي كل احتياج بحسب غناه في الملك ويملأ إلهي كل احتياج بحسب غناه في المجد للرب القوة. والآن يتعظم إلى قصي الأرض. الآن يتعظم إلى قصي الأرض. والآن يتعظم إلى يا طعوط هللويا اكثر
الفرح نفرح أمامك كالفرح في الحصاد كالتاهب وياض الكون كمن يقدم غنيمة أكثرت الأمة عظمت لها الفرح يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد كالتاهب وياض الكون كمن يقدم غنيمة أكثرت الأمة أكثرت الأمة عظمت لها الفرح يفرحون أمامك الفرح في الحصاد كالكاهدون وياض الكون كمن يقسم غني والآن والآن يتعظم الآن يتعظم الآن يتعظم إلى قصي الأرض والآن يتعظم إلى قصي الأرض الآن يتعظم الآن يتعظم الآن يتعظم إلى قصي الأرض هاليلويا هاليلويا عظم أعمالك يا رب ما عظمها وما قدرت أفكارك لأنك فرحتني يا رب بصنايعي بأمالي يديك أبتهج 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 أعظم أعظم أعظمك يا رب ما لأنك فرحتني هاليلويا يا رب بصنايعك بأمالي يديك أبتهج 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 الذي كل أماله واحنا بنسبح يبقى في وقت للصلاه بوضع اليد قصير هنا في الامام اللي الرب يقوده يتقدم الى الصلاه لغايه الساعه 11 تقريبا اي مره بيبقى في اشخاص مستنيين ومش بيتصلى لهم بنعمه الرب يبقى بيتصلى لهم المرات اللي جايه اي حد الرب يقوده يتقدم الى الامام يلا نهتف تاني يهوى يرقى هللويا هللويا ادي المجد للرب بقوه كده هللويا وآمن آمن آمن وإحنا بنرنم هذه الكلمات الرب يفتح الأبواب المغلقة أمام كثيرين باسم الرب يسوع يهوى يرقى هنا في هذا المكان هللويا يملأ 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 احتياجي بحسب غناية في المجد سيملأ كل احتياجي بحسب غناية سبحوا الإله هو الحبيب مانح الحياة لنا في الصليب وهو من سماء لنا يستجيب
سبح الإله سبح الإله مانح الحياة كان في الصليب وهو من سماء كان يستجيب سوف أدعو باسم سيدي سيملأ كل احتياج بحسب غناه وعده يوصف نوده قوي يهوى يار ايهتم بي يهتم بي يهوى يار ايهتم بي سيملأ كل احتياج سيملأ كل احتياج